هذه الطيارة اللي شريتها جديدة، كسرتها في أول امتحان ليها وصلحتها بالمسدس، هذيك المسدس متاع الملصق السخون هذا دخل طاح مسكين مات والسايق متاعها من كسرت منه هذا كله، تنح الخشم متاع الطيارة تفلق على همين، لكن لصقته بالمال بالكل سخونة تكسرت من غاديك تشقت، لكن نورمال مو هذيك، هو يزمو الإنسان يجرب ومن بعد حتى يتعلم، يخطئ ومن بعد في الأخر ينجح ينجم يطير. نراجعو، هذوما يسموهم لي سيرفاس دو كونترول، هذوما اللي زال روما معناتها اللي يدوروا الطيارة يميلوها هكا حول المحور متاعها هذا، وهذوما معناتها يعاونوا في الهبوط وفي تنقيس السرعة باش تولي، يسموهم فلابس بالانجليزية، معناتها يعملوا هكا، يعملوا كوربير كبيرة، معناتها يعملوا عكفة الجناح يولي يغرف الهواء أزيد، يولي كل باراشيت معناتها يهبط، هذاك كيفاش العصفور يعمل ومن تالي زو ستابيليزور فيرتيكال والاخر هوريزونتال، هذه السيرفاس دو كونترول معناتها كونترولي بالسيرفو بالكوموند هذاك اللي هو يمشي بالفريكونس بالجيجا، معناتها يعني السينيال ينجم يمشي لبعيد ياسر حتى الكيلومتر ويوصل معنا، هذاك علاش يستعملوا في الاوت فريكونس، هذاك الموتور البروبيلر هو هذا يعني الدافع هو هذا المراوح هذوم، الموتور هذا يمشي من غير كونتاكت، معناتها في دي بوبين اللي هما معناتها يدور وحدهم من غير كونتاكت، معناتها باللوتو بالكورون دو اوتو انديكسيون، معناتها وحده يبدا يدور في روحه، وهذوما يمشوا بالسيرفو، معناتها ثم معناتها موتورات يدورهم بالكوموند، وكلهم كونترولي معناتها فيهم معناتها سيستيما سيرفي بوكل فيرمي، وذيك الباترية واللي هنا هو الالكترونيك الميكرو كنترولور موجود لهنا بروغرامي مقبل من عنده، هذه شريتها ب 150 دولار معناتها حكيت 200 دينار وباش بعثوها لي في الكردونة وهذيك ب 30 دولار، شريتها من الانترنت، الهدف منها اني باش نتعلم شوية طيران، وكذلك معناتها نصنع شريط الماتريال متاعي والواحد باش نعمل طيارات وحدي، نعمل طيارات اخرين يعني، والنجم نستعمل منها الماتريال الموجود الالكترونيك خاطر بروغرامي واحد في خدمة كبيرة ياسر معنا اللي ما نجمش نعمل انا في وقت وجيز، هكا وها تو باش نخدمها، اول حاجة نخدمو هذا السيرفو نحطو في الماكس، هذاك معناتها تو فيتاس ماكس البروبولسيون معناتها الدفع كي تطلعو الفوق معناتها يعني الماكسيموم، ومن بعدين تويك كي يزمني نبرونشي الباترية وثم الريسبسيون موجودين ومالك الكوارت، هذا الريسبتور هذا لونتين متاعو
هذا الريسبتور يعني اللي يقبل السينيال في 2.4 جيجا هرتز، يعني ذاك السينيال دونديلاسيون، سينيال دو ترانسبور، وهذوما الخيوط نتاع الكونترول باش يكونترولي لي سيرفو، السيرفو هذا وهذا وهذاك وهذاك وهذا الموتور. وهذا هو الميكرو كونترولور، فيه سيركوي كامل، سيركوي انتجري و بلاك امبريمي، معنى في دي كومبوزون الكتريك و بلاك امبريمي. هو هذا، هذا الكونترولور، نرجعه من الداخل. المتوي كان برانشي الباتري، هذا الكابل متاع الباتري، والباتري في حد ذاتها تتنحى لاسكة بك البلاستيك هذيك، ايش اسمه اليالسك ويد يتنحى. هذيك اللي بيب اللي يعمل فيها من الموتور، معناتها يقول لي راني حاضر. لما كنت عطيته الماكسيموم وريته قداش الماكسيموم باش يعدل ويعرف روحه، البوتنسيومتر، وهبطت ورجعته توكا لصفر. شوف لو كان الكونترولور مهم، شوف الطيارة هذيك كيفاش، مجرد اني لو كان نحرك هذا الفوق شوي الموتور بتاع الطيارة يبدأ يدفع. شفت الهواء قوي بتاعه يدز الواحد الساك بعيد طايش. شفت يحركها الطيارة. هذوك لي سيرفاس دو كونترول، معناه لي زيلرون يحرك. معناتها كيفاش كونترولي من بعيد، معناه هذيك نتاع ليليفاتور باش يعلي ولا يهبط. البطارية الضريفة هذيك تخدم الواحد هذا الكل. شوف قداش فيها قوة، تعال نجربها غدوة توليل، نجربو الطيارة. جربتها العشية، كسرتها، قسمتها من هنا، قسمتها من هذا كله مشاع، طيحت خاطر ما نعرفش نقودها، صعيبة القيادة متاعها بالكوموند هذي، معنى مازال كي تبدا ماكش متعلم، معنى صعيبة. تو كي نسكت انا هذا، هو نورمال مومي مش ركوموندي، معنى من الأفضل أنك ما تسكتش الكوموند، لازم تنحي الباتري قبل.
الموتور يعمل الحس كده، تسكت انت، يبدي يقول لك راني مانيش كونكتي، يزمر واحد. سكن الحين الباتري، سكن.